لا يزال مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف القتال في غزة هو الأبرز بين المقترحات التي تهدف لإنهاء الحرب في قطاع غزة وهي المندلعة منذ 7 أكتوبر العام الماضي. المقترح قدمه الوسطاء إلى حماس في 27 مايو الماضي، إلا أن تفاصيله ظلت مبهمة إلى أن نشرت أخيراً صحيفة تايمز أوف إسرائيل النص الكامل لهذا المقترح. النص تحدث عن مبادئ عامة يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل وحماس، وهي تبادل الرهائن والأسرى وإعادة الهدوء المستدام، مع ضمانات من قطر ومصر والولايات المتحدة بتنفيذ بنود الاتفاق. المقترح مكون من 3 مراحل، وتستغرق كل مرحلة منها 42 يوماً للتنفيذ. المرحلة الأولى تتضمن آلية تبادل الرهائن والسجناء بين الجانبين، مع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للوقود، كما تشمل وقف العمليات العسكرية مؤقتا من قبل الطرفين وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا على طول حدود قطاع غزة. كذلك تشمل وقفا مؤقتا للطيران العسكري لمدة 10 ساعات يوميا و12 ساعة يوميا خلال أيام عمليات تبادل الأسرى. أما إذا ذهبنا إلى المرحلة الثانية فسيتم خلالها الإعلان عن استعادة الهدوء المستدام ووقف العمليات العسكرية بشكل دائم وتبادل الأسرى من الجانبين، مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وفي المرحلة الثالثة بحسب تايمز أوف إسرائيل سيتبادل فيها الجانبان كافة الرفات البشرية بعد تحديد أماكنها و هوياتها، بالإضافة للبدء في تنفيذ خطة لإعادة إعمار قطاع غزة خلال 3 إلى 5 سنوات، ودعم كافة المتضررين بإشراف عدد من الدول، مع فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة الأشخاص ونقل البضائع.